مش حاجة من قيمة حاجة جديدة مع طماطم فين ونخلاق مع أرنب أيمن. أنا النهاردة قلت كسر ماما فأنا بقى همسح بقى المكتة دي. أنا قلت كسر ماما عشان هي تعبانة قاعدة هو نايمة، قلت أساعدها كان رد حتى هغسل لها المكتة. طبعا أنا ماما ما بتحبش تودي السجادة عند أي حد يغسلهولها عشان بيكون ريحته وحشة، وإحنا بنحب نمسحه بالشامبو، فأنا أختار أنا شامبو رمضان. كلهم شامبوات، كلهم شامبوات. بصوا أنا هختار ده عشان ريحته حلوة أوي. ماشي، أنا دلوقتي هبدأ بالمية. واهم حاجة الحتة دي ما تنسوش تلتزم بالتحديات بقى. لو النظافة دي عجبتكم عشان اعمل لكم جزء اجزاء منها. الصابون بتاعه بدأ يطلع اهو. طبعا يعني عشان انا ولد فما ينفعش اساعد امي، ده عادي. عادي اساعد امي، دي امي طبعا. مش عشان انا ولد اصحابي فما ينفعش اللي انا ما ساعدش امي. عايز امي اللي اول حاجه وانا من على الدنيا لعينها قدامنا. شفة تانية بالمية عشان لما اجي امسحها ما تكونش تقيلة، تبقى خفيفة. أهم حاجة في كل السجادة دي الحتة اللي هي في الجنب. هنطلع الصابون كده. دي طبعا بقى هتكون اخر شفرة. خلاص هنغسلها دلوقتي. لايك وسبسكرايب عشان ما تنسوش تضيفوا الفول، وما تنسوش تكتبوا في التعليقات هو انا بعمل النظافه دي حلوه ولا اعمل النظافه دي تاني يعني ولا لا.
فدلوقتي هوريها لكم. بصي بعد ما تنضفي يعني استنى هقوم كمان امسحها من ظهرها لسه ظهرها متمسحش. طبعا هشرب ظهرها بالميه حتى ليه دلوقتي بقى خلاص خلصت اهي بس هي لسه فيها ميه عشان بس تحتي اهي بيبيض اهي وشكلها جميل. فما تنسوش بقى اللايك وزي ما قلت لكم ومع السلامه مع السلامه. مخشش من ولا بنت يعني عادي كمان تساعد مامتك اللي عادي. لازم تمسحها من كل الجوانب